كوبين ونص سميد، هذا كوب وهذا كوب وهذا نص كوب ونص مي دافي. نخبط خميرة مع ملعقة أكل سكر ونخبط. راح أخذ ربع كوب من فيلادلفيا كريم تشيز، ربع كوب كريم تشيز وربع كوب زبدة. وهسه راح أبدي أخبط الزبدة والكريم تشيز مع السميد اللي سويته. بعد ما خبطت الكريم تشيز ويا الزبدة والسميد راح أبدي أضيف الطحين. الطحين راح ينزل تدريجيا، هو المفروض نخلي كوبين ثلاثة أرباع. راح أنزل أول كوب وأعجن هنزل الثاني، نزلته كله خليته كله عجن وبعدين مثل ما نعرف لأن الطحين يختلف من بلد لبلد. يفيد الهامبرجر هذا السلمون، راح يفيد البن، راح يفيد للهامبرجر مع الدجاج مع اللحم والبيضة واي شيء. شوفوا اكتفيت، راح اكتفي بهذا المقدار من الطحين. ما اخذت من عندي كوبين ونص، اخذت من عندي كوب ونص طحين. كملت العجن، هسه راح تختمر. طبعا اني خليت رشة ملح قبل ما اخلي الطحين بس نسيت اسجلها. هسه راح اترك العجينة مالتي تختمر لمدة 40 دقيقة ونرجع لكم. اختمرت العجينة عندي، هسه راح ابدي التقطيع. حطيت سميد، راح انزل العجينة مالتي حتى اقطعها. خليها بالسميد، اكمل البقية وارجع لكم. صراحة افتح العجينة بهالشكل بس ضغط يعني كلش خفيف. بس مجرد ما نكون دائرة وخلاص. رشة سميد، نترككم يرتاحون نص ساعة ونرجع نكمل البن مالتنا لهذا اليوم. بعد ما مرت نص ساعة راح نجي بسكين يكون كلش شارب حاد كلش. حميت الفرن على 400 وهسه راح ندخلهم للفرن ونشوف النتيجة النهائية. بصمون البرجر هذا اليوم. النتيجة النهائية للبان مالتنا طبعا جربوها راح تعجبكم كلش، وكأنه بسكت مو صمون، كلش كلش طلع طيبة. شوفوا الداخل شلون طلع، يجنن. جربوها راح تعجبكم كلش.